أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا دلوقتي نتعرف على أحوال الطقس اللي هيكون النهاردة مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، وهيكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو النهاردة هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وهيكون في أمطار النهاردة خفيفة على القاهرة الكبرى ومتوسطة على الوجه البحري، كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وخفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأيضا أمطار خفيفة على شمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليكي دكتورة. صباح الخير على حضرتك دكتورة هدير، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. اهلا بيكي دكتوره منار. لو قلنا ان النهارده حاله الطقس هتكون ازاي، لان طبعا الناس قلقانه جدا من درجه سقوط الامطار، هل هتكون بنفس قوه امبارح؟ بالفعل استاذه منى، بالامس شهدنا سقوط امطار، كانت الامطار متفاوته الشده على اغلب مناطق الجمهوريه، وكانت طبعا امطار رعديه، ويمكن المناطق اللي شهدت سقوط امطار بالامس كانت بفترات من اليوم، استمرت الامطار خلال ساعات الليل، لكن اليوم ان شاء الله متوقع ان حده الامطار تكون اقل بكثير من اللي احنا شهدناها بالامس. حده الحاله الجويه هتقل طبعا، طبعا كميات الامطار كمان هتبقى اقل من اللي شهدناها بشكل كبير امس. اليوم الامطار هتكون امطار خفيفه جدا على القاهره الكبرى ومحافظات سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض المناطق من شمال الصعيد، حتى كمان مع تقدم ساعات النهار كميات وفرص الامطار هتقل، بالاضافه كمان لسه في فرص امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق كمان من مدن القناه، بعض المناطق من شمال وسط سيناء محافظات الوجه البحري، لكن كل ما تقدمت ساعات النهار كل ما كان فرص وكميات الامطار اقل بكثير من فترات الصباح. كمان اليوم لسه درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، العظمى على القاهره الكبرى اليوم هتكون 27 درجه مئويه، يعني الاجواء هتكون اجواء من مائله للحراره على القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد، معتدله على السواحل الشماليه، اجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس يمكن بنلاحظ الانخفاض الكبير في درجات الحراره، خاصه فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، الاجواء بتكون في الاوقات دي اجواء مائله للبروده. ان شاء الله تحسن كامل في الاحوال الجويه من غدا الخميس، هتنحصر فرص سقوط الامطار فقط على السواحل الشماليه الشرقيه، وهتكون امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. ان شاء الله يعني على مدار الايام القادمه الى مطلع الاسبوع القادم هيكون في استقرار في الاحوال الجويه. ان شاء الله. دكتورة منار، برغم الامطار الجو مازال يعني بيميل للحرارة، نستمر في ارتداء الملابس الخريفية؟ بالفعل احنا لسه يمكن الملابس الشتوية الثقيلة لسه ان شاء الله مع بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر، لكن احنا الى الان اجواء خريفية، درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات، فترات النهار بتتراوح ما بين 27 و28 درجة مئوية، فترات الليل بتتراوح ما بين يعني نقول 20 و21 درجة مئوية. احنا فقط هنخلي بالنا من فترات الليل نرتدي فيه ملابس خريفية، او ممكن نصطحب معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجات الحرارة نرتدي. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 27 والصغرى 19، العاصمة الإدارية 26-18، الإسكندرية 26-19، العلمين الجديدة 26-18، مطروح 25-19، دمياط 25-21، بورسعيد 26-21، والإسماعيلية 27-18، السويس 27-19، العريش 25-20، كاترين 21-13، طابة 29-21، حلايب 28-24، شلاتين 31-23، شرم الشيخ 30-21، والغردقة 30-21. الفيوم العظمى فيها 28 وصغرى 18، بني سويف 28-17، الوادي الجديد 29-18، أسيوط 28-16، سوهاج 29-18، قنا 30-19، الأقصر 30-18، وأسوان 31-20. وبكده مشاهدينا خلينا نروح لمصطفى والهدير نستكمل معاهم باقي فقراتنا وجولتنا في المحافظات. اتفضلوا. شكرا لك يا